بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم فيها ازاي تخسر الدهون الزياده وتبني العضلات. مهم جدا يا جماعه، واحنا بنخس واحنا بنخسر في الوزن ما نخسرش الوزن بتاعنا من العضلات. العضلات مهمه جدا، طول ما عضلاتك تكون ضعيفه كل ما يحصل لك خشونه في المفاصل، كل ما عضلاتك تكون ضعيفه كل ما يحصل لك انزلاق غضروفي، كل ما عضلاتك تكون ضعيفه كل ما انت الجلد بتاعك يبقى فيه تهدل او ترهل في الجلد، وتحس ان بطنك حتى لو مفيش عندك وزن زياده تحس كده بدلدله في البطن، منظره وحش جدا. فاحنا النهارده حلقه النهارده عاوزين ان احنا النهارده ننزل في الدهون وما ننزلش في العضلات، بالعكس عاوزين نبني العضلات. النهارده هنتكلم عن ست نصايح معانا نعمل الكلام ده ازاي. اول نصيحه مهمه معانا في دراسه اتنشرت في 2016 على 20 مريض، اللي انت لو كلت بروتينات بزياده، لو كلت الهبر، لو كلت اللحمه بمعنى اصح، يعني جسمك هيبني عضلات. وده كلام منطقي جدا. الجماعه اللي بيلعبوا كمال اجسام دايما بيهتموا باكل اللحوم، لانهم عارفين اللحوم فيها مواد طبيعيه زي الكرياتينين وزي غيرها من الاحماض الامينيه اللي بتبني لك العضلات. ولكن كن حذر في حاجة مهمة جدا في أكل البروتينات. حاول على قد ما تقدر إن أنت ما تاكلش البروتينات وهي مقلية، هتقلب بضرر. حاول ما تاكلش البروتينات مع النشويات كتير، زي اللي أنت مثلا تاكل اللحمة مثلا مع العيش، مع البطاطس المقلية، مع الرز اللي هو المصري العادي بتاعنا. أرجوك حاول لو تاكل رز خليك في الرز البسمتي. الرز البسمتي بالمناسبة يعني ضرره اقل شويه من الرز المصري، لان الكميه اللي بتستخدم في الطبخ بتاعته اقل. فانت لو مخير ما بين اختيار نوعين رز، انصحك دايما بالرز البسماتي عن اختيار الرز المصري. دايما انت حاول على قد ما تقدر ما انت هتاكل اللحمه لازم تكون منقوعه في الخل طول الليل او الليمون. احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت بتاعه التهاب المفاصل ان اللحمه لو هي اتسوت على السريع، اتقلت ولا اتشوت شوي سريع، بتطلع مواد فعاله اسمها Advanced Glycation End Product. هذه المواد الفعاله بتعمل التهابات شديده جدا في الشرايين وبتعمل التهابات شديده جدا في الاعصاب. فعشان اللحمه معاك ما تقلبش بضرر، ارجوك ابعد عن السكريات. زي مثلا تاكل اللحوم وتشرب بعدها مثلا بيبسي او تاكل بعدها حلويات، ابعدها عن النشويات، ابعدها عن التحضير السريع. حاول تاكلها على قد ما تقدر مسلوقه، حاول تاكلها على قد ما تقدر سوتيه، بلاش اللي انت تاكلها مشوية. ولو هتاكلها مشوية انقعها طول الليل في الخل مفيش مشكلة، والليمون عشان تقضي على المواد الفعالة اللي ممكن تعمل لك اي مشاكل في الشرايين. طيب في حاجة مهمة جدا برضه في اكل البروتينات، لو انت مريض عندك ضغط عندك سكر خلي بالك، لان اكل البروتين الكتير ممكن يعمل لك مشاكل في الكليتين لو انت معرض لحاجة زي كده. لازم اللي انت بانتظام تعمل تحليل وظائف الكلى قبل ما انت تاخد الخطوه دي. اطمن ان انت ما عندكش مشاكل في الكليتين، لان اكل البروتين الزياده لو مريض عنده ضغط وسكر، مريض بياخد مسكنات كتير، مريضه عندها ذئبه، من الناس اللي هي المعرضه للكسور الكلوي، لو كل بروتين كتير ممكن يتاذى. فانت تخلي بالك من الموضوع ده، مهم جدا جدا تعرف مين المقصود او المريض او الـ او الـ او الصحيح حتى المقصود في اكل الايه اللحوم. رقم 2، عنصر اسمه عنصر الكروم. يا جماعه في 2018 اتنشرت دراسة عن دور عنصر الكروم في اللي هو خسارة الوزن وعلاج مقاومة الانسولين. وجدوا ان الكروم لما انت بتاخده بانتظام وزنك بينزل وعضلاتك بتزيد ومقاومة الانسولين بتتعالج. هل في علاقة بين مقاومة الانسولين وبين العضلات؟ في علاقة بسيطة جدا. الانسولين يا جماعة هرمون بيطلع من البنكرياس، دوره مش بس اللي هو يخفض السكر في الدم، ده الدور اللي انت الشائع اللي احنا نعرفه عنه او المشهور جدا. الانسولين زي ما هو بياخد السكر من الدم ويدخله جوه الخلايا، هو اللي بيفتح الباب للجلوكوز اللي هو يدخل جوه الخلايا تتحرق. الانسولين كمان هو اللي بياخد الاحماض الامينيه جوه الخليه عشان تبني لك البروتينات. فمن غير انسولين مفيش بناء عضلات ابدا ابدا ابدا. حتى انتوا دايما بتلاحظوا ان المريض اللي عنده سكر بتلاقوا عنده هزال تام قبل طبعا ما يعالج السكر. اول ما بيكتشف السكر من ضمن الاعراض اللي بتبان عند المريض بيحس عنده هزال رهيب ونزول في الوزن رهيب وفقدان رهيب للعضلات، لان حصل ان
ما عادش فيه الاحماض الامينيه اللي بتبني البروتينات اللي بتحتاجها العضلات، ما عادتش بتدخل لان الانسولين ما عادش بيدخل زي الاول، او حصل مقاومه انسولين فما عادش الانسولين فعال. فانت في بعض الحاجات المعادن الطبيعيه زي معدن الكروم ده موجود في الصيدليات كمكملات غذائيه، وموجود في بعض الاغذيه زي مثلا البيض بيكون فيه نسبه مش قليله من عنصر الكروم. فبرضه حافظ على اكل البيض بانتظام، لان البيض فيه مواد فعاله كتير جدا مهمه جدا لجسمك، بغض النظر عن احتواء الاحماض الامينيه الاساسيه. لا ده فيه مواد كمان بتفيد الكبد، انا كان عندي دهون الكبد وحافظت على اكل البيض يوميا، والبيض بيعالج دهون الكبد وكلام واضح اهو. لكن انا ما باكلش مع البيض اي حاجه فيها نشويات اطلاقا. يعني انت لو شفت الفطار بتاعي ممكن يكون مشروم، ممكن يكون بيض مسلوق، ممكن يكون جبنه زي الجبن اللي هي بتكون دهونها عاليه، لكن ما بقربش ناحيه النشويات خالص مع البيض عشان خاطر ما يرفعش الكوليسترول عندي. بسم الله ما شاء الله انا الكوليسترول الكل عندي ما بيزيدش ابدا عن 120 او 130، فالاحيان بيكون اقل من كده. وغير كده وكده على فكره انا بقيس تحليل الدهون الثلاثيه وبقيس تحليل الكوليسترول بعد الاكل مباشره، مع ان المفروض اللي انت في الترايجلسيرايدز الدهون الثلاثيه بتكون لازم تكون صايم 12 ساعه عشان تقيس الدهون الثلاثيه، انا بقيسها بعد الاكل على طول، وعمرها في حياتي ما كسرت المعدل الطبيعي بتاعها، مع ان بقيسها بعد الاكل، مع ان الطبيعي اللي انت تصوم 12 ساعه وبعدين بعد كده تقيسها. لا اللهم لك الحمد والشكر، على الرغم ان انا بقيسها بعد الاكل مباشره لا بتطلع كمان طبيعيه. في حاجه تانية عاوزك تعملها، او النصيحه الثالثه اللي عاوزك تعملها، هي التمرين بتاعه الكارديو. ايه تمرين الكارديو ده يا جماعه؟ احنا دي التمارين اللي فيها بتنشط قلبك من اسمها، هي التمارين اللي بتودي لعضلاتك اكسجين، هي التمارين بكل بساطه البسيطه اللي اي حد في الدنيا ممكن يعملها. 150 دقيقه يا جماعه في الاسبوع ركوب عجل، انا عندي عجله وبركبها دايما وبجري فيها انا والعيال وبجريهم ورايا عشان خاطر اعودهم على الكلام ده. تلعب بوكس، العب كوره 150 دقيقه في الاسبوع، ماتش الكوره في الاسبوع ارجوك شوف اصحابك واجري معاهم وروح العب معاهم كوره على الاقل ماتش كوره في الاسبوع. طيب صحيح الماتش احنا ما بنلعبش ماتش دولي، يعني مش 90 دقيقه زي بتاع اللي هو المنتخبات، لا انت ممكن تلعب ماتش كوره ساعتين يا سيدي. انا محتاج من 120 ل 150 دقيقه في الاسبوع. العب كوره اسبوعيا مره، لو انت حافظت على لعب الكوره مره مع اصحابك في الاسبوع مش بس هتزود الاكسجين اللي رايح للعضلات، ده كمان هتفك لك الاكتئاب، لان الرياضه منشور عنها دراسات اللي هي بتطلع الاندورفينات الداخليه، الافيونات الداخليه اللي الدماغ بتنتجها، فبالتالي ما يحصلكش اكتئاب ابدا. رقم اربعه، ارجوك اشرب صح. اشرب صح هنا انا عاوزك اللي انت تشرب سوائل كتير، وعاوزك اللي انت تشرب شاي اخضر كتير. الدراسات المنشوره عن الشاي الاخضر تقول لك ان الشاي الاخضر فيه مواد فعاله اسمها كاتيكولامينز. الكاتيكولامينز اللي موجوده في الشاي الاخضر دي يا جماعه بتوسع الشرايين، فما توسع الشرايين تغذيه العضلات زي عضله القلب والعضلات بتاعتك بتاعه جسمك وتغذيه دماغك يتم صح. فلذلك الدراسات اللي منشوره في اليابان ان الناس اللي بتشرب يومين الشاي الاخضر بانتظام 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 بتحافظ على عمرهم، وبتاخد عمر مديد ممكن توصل ل 98 سنه بدون امراض وبدون مشاكل. على الرغم خلي بالكم ان الشعب الياباني يا جماعه هو رقم واحد في العالم في استهلاك الخمور، يعني انت بتتكلم عن شعب بيشرب خمر على انها على الرغم انها مضره ومدمره للكبد، الا ان في وجود بعض العادات الطيبه زي اكل الاسماك وزي شرب الشاي الاخضر بيمنع العرض الجانبي اللي ممكن يكون مصاحب للعاده دي. وانا هنا ما بقولش ان انت تعمل حاجه زي كده ابدا، بس انا بقول لك قدامك شعب بيشرب خمور وعلى الرغم من شرب الخمور عندهم عمر مديد، فنخلي بالنا من الكلام ده. في حاجه مهمه جدا، انت عندك مش كل النشويات لكل الناس ممكن تكون سيئه، في نشويات بتكون نشويات الى حد ما حميده، وهنا انا بتكلم النشويات الحميده يا جماعه ما عدا مريض السكر، ما عدا مريض الضغط، ما عدا مريض الصرع. المرضى دول لازم يعملوا يا جماعه حمية الكيتو، مفيش فيها كلام. اللي عنده ضغط، عنده سكر، عنده صرع، لازم تبادر باللي انت تعالج الموضوع ده باللي انت تتبع حمية الكيتو، لان دي كلها امراض مرتبطه بحاجه اسمها مقاومه الانسولين. انا ما عنديش الامراض دي، انا ممكن اكل بطاطس، تكون طبعا البطاطس مسلوقه، ما تكونش البطاطس ابدا مقليه، دي حاجه مش صحيه خالص. الفواكه بتاعتنا تكون طبعا تكون الفواكه الطازجه وليست
الفواكه المجففه، لان الفواكه المجففه يا جماعه بيحط عليها كميه سكر رهيبه. الخضروات، اللبن والحبوب، وافضلهم انا بفضل طبعا الحبوب، هي اهم حبوب عندي بفضلها، او من البقوليات الطيبه جدا، ومن اهم البقوليات الحبوب زي مثلا الشوفان والبقوليات افضلها طبعا، انا بفضل طبعا الترمس. البروتينات يا جماعه زي البيض واللحوم والدجاج والفراخ والرز البني في نسبه عاليه، نسبه شويه محترمه من البروتينات، والواي بروتين اللي بيكون موجود، البودر اللي بيكون موجود بالباع ده، كل دي حاجات برضو بتساعد على انها تنشط انتاج العضلات، لان كلها فيها المواد الخام الاوليه البنائيه اللي بتبني العضلات، وبتساعد ان انت تكون دايما بصحه وعافيه، وتقويك وتخليك قوي كده، قوي البنيان، ومش عندك لا رعشه ولا ضعف، ولا حد يشوفك يقول لك انت مالك انت مريض كده ليه، لا تحس ان احنا عندنا بنيان قوي وشباب يكونوا بصحه وعافيه. الدهون الصحيه برضو لازم تحافظ عليها، زي اللي موجوده في الافوكادو، زي اللي موجوده في بذور الشيا. كل يا جماعه بذور الشيا حلو خالص على الزبادي، بذور الشيا يا جماعه وبذور الكتان على الزبادي مهمه جدا كمصادر للاوميجا 3 والدهون الصحيه. بذور الكتان والسمسم مع الزبادي ده مهم جدا للستات بعد انقطاع الطمس، انا دايما بتكلم في الوصفه دي. دهون الاسماك والجبنه اللي هي بتكون فيها دهون مشبعه طبيعيه وبتكون دهون جميله، زيت دهون السمك ده اللي موجوده في الكبسولات طبعا، اللي هي الكبسولات بتاعت زيت السمك اللي هي بتكون فيها نسبه عاليه من الاوميجا 3 الحيواني، زيت الزيتون، كل دي زيوت طبيعيه وقويه وفعاله وجميله وامنه ومفيده، وبتبني الاعصاب بتاعتك، وانت جسمك محتاج الدهون عشان تبني الاعصاب، وجسمك محتاج الدهون عشان ينظف كبدك، لان ما فيش افراز ابدا للسائل المراري الا لو خدت الدهون الصحيه عشان تخلي المراره تنقبض وتطلع القرف اللي فيها اللي بيكون موجود فيه كل الفضلات بتاعت الجسم. النصيحه رقم 5 عشان تبني عضلاتك هي الصوم المتقطع. احنا الصوم المتقطع ده احنا متفقين انا وانتوا اتفاق احسن الصوم المتقطع، عملت ليه كذا حلقه وقلنا ليه انظمه كتير، بس احسن نظام انا بفضله هو نظام 16 8. نظام 16 8 ده اللي انا اصوم 16 ساعه واكل في 8 ساعات. طب ده بيتعمل ازاي؟ اللي انا اقفل بوق الساعه 9 بالليل اكل الساعه 1 الظهر، او اقفل بوق 8 مساء واكل 12 ظهرا، مفيش مشكله خالص. في الفتره ما بين 9 بالليل لواحدة ظهرا، او من 8 بالليل ل 12 ظهرا، انا بشرب عادي، بشرب ميه، بشرب شاي، بشرب قرفه، بشرب نعناع، بشرب كراويه، بشرب ينسون، بشرب كركديه، بشرب اللي انا اشربه بس بدون سكر، لان السكر اكل حضرتك. بشرب قهوه، بشرب شاي، ما عندكش مشكله، اشرب زي ما انت عاوز، بس ما تحطش بقك اكل. اعمل الكلام ده 3 ايام متواصله، او اعملها 7 ايام متواصله. انا عاوز اقول لكم النتائج بتاعت الصوم المتقطع مش بس في موضوع التخسيس، واللي احنا بننزل من الدهون وبنزود من العضلات، لان بنبني العضلات طبعا، لانه بيزود هرمون النمو زي ما احنا قلنا قبل كده في الدراسات، لو انت عملت 3 ايام متواصله بيزود هرمون النمو 300%، لو انت عملته 7 ايام متواصله بيزود هرمون النمو 1250%. سبب الكلام ده النتائج بتاعته في الخشونه مرعبه فظيعه. بسم الله ما شاء الله، مرض الخشونه عندنا لما بنقول لهم على الصوم المتقطع بيمشوا معانا فيه بمرض الله، نتائج فظيعه يا جماعه، بيحسن الخشونه جدا. يعني انت مش بس هتبني العضلات بتاعه الفخذ وهتصلح الاربطه اللي حصل فيها مشاكل بتاعه الساق زي الرباط الامامي بتاع الصابون اللي بيحصل فيه في بعض الاحيان تمزق، لا ده كمان انت هتبني العضلات بتاعه جسمك كلها. شرب الميه بكثافه دي حاجه من الحاجات المهمه جدا، لازم تشرب الميه في اليوم على الاقل من يعني من 3 ل 4 لترات في اليوم. اشرب ميه على قد ما تقدر، الميه ده حلوه جدا، مهمة جدا 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 لصحتك. المية هتحافظ ان انت كليتك دايما تكون قوية. المية هتحافظ لو انت كلت بروتينات زيادة او كلت اي حاجة مش لطيفة ممكن تأذي الكليتين، زي مثلا لما تكون المواد الحافظة والمواد اللي بتكون اللي هي مواد ملونة كلها معظمها الكلى هي اللي بتكسرها. المية هتساعد جسمك اللي هو يخرج القرف ده خالص والسموم ده بره الجسم. المية في حاجة مهمة جدا يا جماعة، المية ده عبارة عن الجزيء ده عباره عن ذرتين، ذره الاكسجين وذره الهيدروجين. الاكسجين ده بياكل بيشرب الخلايا، بينفس الخلايا، بيخليها تتنفس. ده انت بتتنفس عشان تدخل لجسمك الاكسجين، انت كمان بتشرب الميه، الميه كمان بتغذي جسمك بالاكسجين. الميه يا جماعه بتدخل للخلايا الفيتامينات والمعادن، الميه بتشيل من الخلايا الاوساخ بتاعتها والحاجات اللي هي ما بعد الميتابوليزم، ما بعد الايض، الخليه تبقى عاوزه الفضلات بتاعتها
تخرجها بتخرجها كلها بتبقى دايبه في الميه، كل ما انت بتشرب ميه زي ما انت بتستخدم الميه في الغسيل بتاع الاحواض والغسيل بتاع الارضيات، انت كمان بتستخدم الميه دي بتغسل خلاياك وبتغسل جسمك وبتنشط الاكسجين وبتودي الاكسجين لجسمك. الاكسجين ده يا جماعه اللي بيخلي جسمنا يعني يكون فيه طاقه، فانت اشرب ميه عشان يبقى عندك طاقه وما يكونش عندك كسل. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم، وما تنساش ان انت تكتب في الكومنتات كل اسئلتك، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، ما تنساش طبعا ان انت تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد دايما في عالم التغذيه العلاجيه والنباتات الطبيه، وما تنساش ان انت تشارك الحلقه لاصدقائك على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى التليجرام وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. اشوفكم دايما على خير، شكرا والى اللقاء.